من عند سيادة النائب طلعت خليل ونعرف من حضرتك كده ازاي مجلس النواب تناول او بيتناول مشروع الموازنة الجديدة للدولة وحتى اقراره في الجلسة العامة، ايه الخطوات وايه اللي بيحصل، كيف يتم التوافق على مشروع قانون او مشروع هو الموازنة؟ هو طبعا بتيجي الموازنة للجان المختصة، يعني الصحة تروح الصحة، التعليم بروح التعليم، وده كله بيجمع داخل لجنة الخطة والموازنة اللي بيبقوا هم اعضاء اثناء مناقشة. رؤساء هذه اللجان بيبقوا اعضاء كاعضاء لجنة الخطة والموازنة، رؤساء اللجان المعنيه بيبقوا اعضاء في لجنه الخطه والموازنه. لكن احنا بيعنينا بالدرجه الاولى طبعا بنبص على مؤشرات كده كليه. على فكره احنا لسه ما جتناش في ما استلمناهاش، يعني هي موجوده في الامانه العامه. ما جالكوش كده ارقام من الكنترول؟ لا جالنا ارقام، جالنا ارقام. طبعا انا بالدرجه الاولى يعنيني نسبه العجز كام؟ اخدعك معايا. معدل النمو؟ معدل النمو كام؟ حجم الناتج المحلي اللي محطوط؟ نسبة الدين العام؟ الدين العام وهكذا. كمان لازم الموازنة تطلع بشكل دستوري. الدستور أرغمني إن أنا عندي 3% للصحة، 4% للتعليم ما قبل الجامعي، 3% للتعليم الجامعي، 2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي. لما أجي أنا أشوف النهاردة الصحة في حجم ناتج محلي 5 تريليون و250 مليار، يبقى لما اضرب في 3% المفروض الصحة عندي 157 مليار. هل ده مترجم بداخل الموازنة كرقم عشان تطلع الموازنة دستورية في 157 مليار سيتمتع بيها الشعب المصري في خدماته الصحية من عدمه؟ ده دور البرلمان. كم يا فندم في الصحة؟ مفروض 157 مليار و529. انا بقول هنا المفترض الحد الأدنى، ده الحد الأدنى، ده اللي هو 3%، يعني في كل العالم من 3 ل 9%. احنا واخدين الحد الأدنى. لو خدنا الحد الأدنى هيبقى 157 مليار. لكن للأسف طبعا بتجينا الموازنة مش هل كده. هل هناخده؟ احنا راضيين بالحد الأدنى، بس ما بتجيش كده. يا ريت انا عايز نص. لا انا من الجانب الاخر هسال، انتوا ليه راضين بالحد؟ ما انا هقول لستك، ما هو برضه يعني الموضوع. لما اجي بقى اقول التعليم ما قبل الجامعي اللي هو ال 4%، مفروض عندي 210 مليار و39 مليون. لما اجي اضرب ده في الرقم اللي هو الحد، التعليم ما قبل الجامعي مفروض اللي هو التعليم، يعني اللي هو المدارس، مدارس يعني. التعليم الجامعي ال 2% مفروض يديني 105 مليار و19 مليون. 105 مليار و19 مليون. البحث العلمي 1% يبقى عامل 52 مليار و509 مليون. 51 مليار؟ ده كام في المية؟ دول واحد في ده 1%. احنا خلاص كده بنوصل ل1%. ده احنا طول السنين اللي فاتت دي كنا حتى اقل من 1%. لا ده البحث العلمي ده عايز حلقات عند حضرتك هنا. ده انا عامل فيه، انا عامل في البحث العلمي في مصر ومخصصاته حاجات، يعني انا اكتشفت حاجات خطيره. احنا ليس لدينا بحث علمي بالمعنى المفهوم والمعنى الصحيح. لما اجي اخد اجمالي بقى دول كلهم عشان تطلع موازنه دستوريه على التعليم وعلى الصحة وعلى البحث العلمي، عايز 525 مليار و 96 مليون. ده احنا لسه هنشوفه ومدى قابلية دوت للتطبيق. طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ما تطلعش الموازنة غير دستورية، لان لازم موازنة دستورية. فبيتم بقى عمل بعض الامور، بنحط الفوائد، بيحطوا الفوائد على اعتبار بيعتبرها عنصر من عناصر الانفاق، بيحط الصرف الصحي على اعتبار ان هو حاجه من حاجات الصحه. طبعا ده انا متفاهم. طيب. انا كنت معترض عليه، واحنا ما زلنا معترضين عليها، بس هو النهارده مليار. النهارده لما اجي الموازنه اللي فاتت كانوا عايزينهم يطلعوهم يحسبوهم على الصحه 12 مليار للصرف الصحي، وقمت قلت الكلمه دي في القاعه، لا يحطوهم على اي موازنه تانية لان الصحه محتاجه الكثير. طيب. ناخدش انا هقف عند النقطه دي عشان انا الحقيقه عايزه برضو اتساءل، واحنا ساعتها كلنا تساءلنا في وسائل الاعلام المختلفه ليه المبلغ ده الصرف الصحي ده يتاخد من ما هو انا عندي ازمه تجهد اي حد. خلينا نقول ده في تجهده في ايه. عندي ايرادات متوقعه 989 مليار دي ايرادات جايه من الضرايب بحوالي نسبه 72%. اعلى حاجه الضرايب طبعا، ده العالم كله على فكره، ده مش اختراع. يعني دايما ايرادات الموازنات الدول بتاتي من الضرايب. طيب تحويلات المصريين في الخارج وضعها ايه؟ ده بيجي في حاجه ثانيه، في بيخش في موضوعات ثانيه تختلف. تختلف. بس هنا لما اجي اقول الصادرات والقطاع العام وما الى ذلك، ده بيخش في حجم الناتج المحلي، ده موضوع ثاني. لكن انا بتكلم على ايرادات الدوله اللي جايه بتيجي من الضرايب، وبعدين المنح اللي بتيجي من الخارجيه،
وطبعا دي متقلصه جدا، احنا كنا معتمدين عليها فتره من الفترات. وبعدين الايرادات الاخرى اللي بندخل فيها القطاع الاعمال العام وايرادات هيئه قناه السويس والهيئه العامه للبحوث. ايرادات القطاع العام في القطاع الاعمال العام؟ الاعمال العام اه. القطاع الاعمال العام يا فندم حجم انتاجه في مصر لا يتجاوز 3%. ده ما انا انا ما هو ده برضه ما هو بيعمل لي فوائد في فوائد في فوائد. انا بكلم سيادتك بشكل يعني عناوين. في فوائد بتاعتي انا بس عشان حضرتك بتتكلم انا بحاول اترجم الكلام ده على الواقع. ما ده اللي احنا بنترجمه، لان هو حتى ازاي تاني اكبر مصدر دخل ليا في الموازنه في الايرادات كموازنه هيبقى قطاع الاعمال العام، وهو اصلا مش قطاع. ده انا بقول من ضمن حاجه اسمها الايرادات الاخرى. بص يا فندم، بص لازم نقوي، هو هنا 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 الاساس لازم يقوى استاذه منى. بس صحيح. عشان يعني الموضوع صحيح. بصي انا عندي 217 مليار محطوط للايرادات الاخرى. الايرادات الاخرى دي مش قطاع عام بس واعمال عام، دي من ضمنها اشياء تانية كل الهيئات الاقتصاديه اخذ يعني من ضمنها الفوائد اللي بتاتي من بعض الامور، منها الهيئات الاقتصاديه بتاتي من ده. هضحك معايا. فهنا انا عندي دول 217 مليار على فكره استحاله يتحقق. 17 مليار ده اللي هو ايه؟ 217 مليار بيسموها الايرادات الاخرى. بس انا بس عايز اكمل في جزئيه ليه احنا الموضوع الموازنه الدستوريه مجهده ليه. طيب ممكن بس قبل ما اعرف هي مجهده ليه تاني اراجع مع حضرتك حاجه. اتفضل. احنا الصحه اتكلمنا على 3% وده الحد الادنى. الصحه 3% 157 مليار. بنقول بس يا رب نوصل ل 3% وهناقش حضرتك فيها. التعليم كام في المية؟ التعليم 4% ما قبل الجامعي. التعليم الاساسي الجامعي 2%. الجامعي 2% والبحث العلمي 1%. تمام. ودي اول مره نوصل ل 1% في البحث العلمي. لا 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 ده يا فندم ده نص دستوري موجود من دستور 2014. اسرائيل كام؟ 7%. نعم؟ اسرائيل 7%. لا احنا لا احنا هنتكلم من 3 ل 9%. لو هنتكلم بقى بمقارنه بالعالم لا احنا بعيد خالص عن ده. بعيد جدا. تمام. كمان يا ريت انا تعرف حضرتك يا ريت يعني احنا الارقام اللي احنا بنقولها دي ما بنوصلهاش على ارض الواقع. ما بنوصلهاش على ارض الواقع. فهنا انا يعني نرجع لمرجعنا الاولاني ان انا عندي مجموعه من الايرادات، عندي مجموعه من المصروفات، عندي استحقاقات دستوريه. ده بشكل عام لابد ان البرلمان ده دوره الاساسي في الموضوع، كيفيه توزيع الانفاق بشكل محترم. يعني مثلا الاجور، انا شايف في الاجور حاجه انا لسه لما هنرجع الاجور محطوط لها 266 مليار. طيب لما اجي اشوف هو كانت في الموازنه السابقه كانت 239. طيب انا نهيت موازنه 266 مليار يعني نزلت انخفضت؟ لا ده بالعكس زادت. زادت. انا زادت عندي الاجور بواحد حوالي 41 مليار عن يعني زادت 27 مليار عن يعني انا كنت صارف 225 مليار ختامي مش موازنه بقى ختامي 16 ده 17 ده اللي فعليا اتصرف في 16 17 تمام. 225 مليار. لما انا النهارده مستهدف 266 مليار يبقى انا عندي حوالي 41 مليار جنيه زياده في الاجور. اامل بقى ان الدوله تبص لاجور المدرسين، تبص لاجور في الناس المحليه الأطباء. يكون في زياده الأطباء. يكون في للاطباء والقطاع الصحي. انا لغايه دلوقتي احنا ما دخلناش في تفاصيل الموازنه، انا بكلم سيادتك ارقام بشكل مصمت، احنا لسه ما دخلناش في تفاصيلها. لكن امل ال 41 مليار يبقى عندي في ضخ دماء جديده في بعض الاماكن في الحكومه، تعيينات لابد تبقى موجوده. انا عندي اصغر مفتش توين استاذه منى وانا بقول عايز اظبط السوق عنده 50 سنه ما عنديش ناس بتتعين، عندي الضرايب. طيب الضرايب عندي يعني يكاد يكون 1.4% تحت 30 طيب. سنه. انا هرجع على حضرتك تاني بس اسمح